ما هلا سالي رح نروح من فقراتنا اليوم، يعني هلا من معاناه يمكن هلا وشغلات هلا عم تصير معنا. كل الامهات والاباء عم يتابعوا اولادهم طلاب الشهاده الثانويه والتعليم الاساسي يلي عم يقدموا، عندهم يمكن الكثير من الهاجس، هذا الهاجس يلي بيعملهم بعض القلق والخوف للطلاب، حتى يمكن طلاب الجامعات سالي عندهم هي الحاله. لنحكي كيف نحن بنقدر نتغلب على هذا الموضوع، كيف بنقدر نتغلب على القلق والخوف ونستعد بالشكل الصحيح نفسيا فينا نقول وطاقيا للامتحانات. معنا خبيره الطاقه غاليه البغدادي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيكم منورين. يسعد صباحك غاليه. يعني دائما نحن عندنا هيك مواضيع عن جد بتكون شوي لها خصوصيتها، وخاصه بما يتعلق بعلاقه الاباء والاهل مع اولادهم. مثل ما بنعرف هلا عم يقدموا امتحانات، ومثل ما بيقولوا عن جد احيانا الام والاب بتحسيهم هن اللي عم يقدموا الامتحان اكثر من الطالب، عندهم رهبه اكثر يمكن. هو بيروح بيقدم وهنا بيكونوا عن جد متشنجين خايفين. قديش خلينا نحكي عن حالات الرهبه من الامتحان، القلق اللي احيانا بتفيق الطالبه ماني ما متذكر شيء انا. تماما صح. او احيانا بتصل للامتحان تنسى كل شيء بتقلك. هلا هذا الجو العام اللي نحن بنعيش الطالب فيه اذا بدك، يعني نحن على طول عندنا هذا الطاقه لانه لا بدك تدرس لازم كذا، وبنبني كثير امال. ممكن تكون انه نحن طاقه طفلنا او طاقه طالبنا له طاقه معينه للدراسه، يعني كل شخص له طاقه معينه، له قدره معينه، انا ما لازم اضغطه اكثر من هيك حتى ما يكون هو، حط توقعات لحالنا يمكن. تماما، حتى ما يكون هو هذا الشخص المتعب. يعني بتحسي احيانا مثلا الاهالي بيقولوا لك لا لازم يكون طبيب، بدهم اياه يبذل كل طاقته لحتى يكون انه مثلا طبيب. طب هذا الشيء ممكن يكون متعب للطفل، ونحن ما نخلي مثلا الطالب يحمل اكثر من طاقته. مجرد ما انت ضغطتيه وحطيتيه باطار معين انه انت لازم تجمع كذا ولازم تكون احسن من فلان ولازم كذا، انت هون حصرتي. صدقيني مستحيل قد ما درس حيكون في عنده شيء ناقص، بس يصل للامتحان رح ينسى، حيكون مضغوط، حيكون تعبان. فبدنا نحن ننتبه، يعني ما يضل عنا هذا بدنا اياه انه لا نحمله فوق طاقته. بتقول لك احيانا نحن بنقول لهم للامهات انه انت عم تحملي اكثر من طاقته، بتقول لك معلش هي بكالوريا. انا بنصح وبقول لا ابدا مو معلش، بالعكس كل ما ريحنا كل ما عطى اكثر. يعني هاي الحالة النفسية يمكن هي من خوف الأهل وقلقهم على مستقبل الطفل، ولكن هذا المستقبل قد يصل إلى الضياع بسبب هاي الرهبة أو هذا القلق. كيف نقدر نحن يعني نحارب هذا الموضوع، نحارب القلق أو نعكس طاقة إيجابية بالبيت؟ شو دور الأهل لحتى يعكسوا هاي الطاقة المهمة لرياحة الطالب وليروح على الفحص يكون هو شخص مرتاح يعني؟ تماما. هلأ في شغلة بدي أحكي عليها اللي نحن عطول متعودين أنه نحن عطول نرددها، أنه من قبل بسنة منكون عم نقول السنة جاية بكالوريا، السنة جاية تاسع، ما أنا لعبة بدها هز كتاف بدها كذا. فهون نحن عم نحمله شيء أو عم نعطيه طاقة سلبية من قبل ما يفوت هو بالحالة. ممكن يكون الطالب كتير شاطر يعني وما عنده هالطاقة أو هالشيء اللي هو خايف منه. كل ما كان الطالب مرتاح ما عنده هذا الخوف كل ما أنجز أكثر، وكل ما نحن عملنا له هذا النوع من الرهبة والتعب هو حيخف. صحيح. أو حتنزل عنده طاقة، ما عاد عنده قدرة للدراسة. فنحن بنحمله هي الطاقة السلبية قبل بسنة. عندك بكالوريا، عندك كذا، عندك هيك. فنحن فوتناه بمود كتير مكركب. نحن لازم نخلي الأمور طبيعية، جدا طبيعية. هي شغلة. الشغلة الثانية اللي أنا بدي أحكي عنها هي المقارنة. يعني أنا ما لازم قارنه فيني. هلا إذا أنا طبيبة ما لازم ابني يكون طبيب، لا أنا بعطيه الحرية، معلش دروس على قد ما بتقدر، بس لازم إنه بحبك إنك تجمع، بحب إنك، بس ما بفرض فرض أو لا غصب من عنك. أقارن بأخوه مثلا. تماما. أو حتى مثلا بدك تطلع مثل أخوك، بدك تطلع مثل ابن خالتك، شوف ابن الجيران. هاي المقارنات كلها هي متعبة. أنا بدال ما أعمل له تحفيز أنا عم بعمل له تنزيل للطاقة. يعني أنا الطالب عندي عم بيصير إنه هو متعب جدا أو مرهق. تماما. والدليل يمكن على كلامك غالية، كثير من الطلاب بيخلصوا بكالوريا بدهم ينتقلوا للمرحلة الجامعية بفرض فرع معين من الأهل إنه بدك تفوت طب، علما إنه يعني ما بيحبه
بحبوا الفنون الجميلة تمام. وممكن تسبب قديه ممكن تسبب فشل للطالب من خلال مراحل دراسة يعني تماما إذا ما حب شيء ما بيبدع فيه تماما يعني أي حدا بتحطيه بمكان هو ما أنه حابه مستحيل يبدع فيه مستحيل أنجز مستحيل يعطي الشيء يلي هو بده إياه أو من داخله كل ما نحن خيرنا الطالب إنه أنت شو حابب أنت شو بدك أنت فوت الشيء اللي أنت بدك إياه حيبدع فيه يعني مو ضروري الإبداع يكون بس إذا كان طب أو هندسة أو لا ممكن يبدأ إذا كان رسام ممكن يبدأ إذا كان عم يشتغل أي شيء المهم بحبه يعني أنا أهم نقطة عندي إني أنا ما ضل عم أضغطه وأنت لازم تكون مثل فلان وأنت لازم تجمع كذا وأنت لا أنا بعطيه الحرية وبنظم له وقته أهم شغلة إنه أنا تنظيم الوقت يعني أنا أعمل أوقات معينة خلص هل ساعة دراسة ساعة رياحة ما بصير كمان كل الوقت دراسة نحن بنوصل لمرحلة بنفقد كل شيء يعني خلص كل شيء حفظناه بيروح يعني للأسف هداك اليوم هيك صارت قدامي قصة إنه أم عم تقلها لبنتها يعني عم تقلها إنه هالصيفية ما في إنه صيفي لأنه السنة اللي بعدها بكالوريوس قلت لها شو دخل هالصيفية والصيفية اللي بعدها يعني تماما. يعني وصلنا لمرحلة إنه حتى ممنوع إنه يطلعوا مشاوير ممنوع يعني هاي حالة ضغط كتير كبيرة إلها تأثيرات ومن قبل بسنة يعني عم تماما يعني بصير أحيانا في هروب كمان للطالب من موضوع الدراسة بأشياء أخرى ممكن صح. هلأ النت صار متواجد معهم 24 ساعة فهن بيصيروا مثلا بيفوتوا على غرفهم ليدرسوا ما بيدرسوا بيقعدوا على النت لأنه هن مضغوطين من الأهل يعني صح. هلأ ما بدنا نقول أنه كل الحق على الأهل بس بنفس الوقت هن لهم يعني نص الـ السبب يعني انه الاهل تمام. اذا كان بالدعم او اذا كان بالتخويف تماما نحن بس نعطيهم فرصه راحه شوي يعني ساعه او ساعتين او ساعه مثلا نقسم لهم اياها صدقيني بيرجع انشط من الاول اما يضل قاعد بالغرفه وعم يدرس بيصل لمرحله قد ما درس ما عاد يستوعب شيء وهي هي اللي بتصير النقطه انه انا رحت على الفحص نسيت كل شيء طب ليش نسيت كل شيء ضغط معلومات وبدون راحه بيوصل لمرحله بينسى كل شيء هلا في تعليمات حابه اقول لهم اياها للطلاب اللي عم تسمعنا يعني أنا لما بدي أدرس ما في شيء اسمه غرفة نوم أدرس فيها أو على التخت أدرس غرفة النوم مخصصة للنوم فأنت مجرد ما دخلت أنت حتقعد شوي ساعة ساعتين ففورا حتنعس وكثير من لاقي الأولاد فورا بلشوا بدهم ينعسوا إلا إذا كانت الغرفة واسعة في مكتب في مكان أنه هو يضل قاعد عم يدرس هي ما أنا مشكلة أما إذا كانت الغرفة بس حصرا تخت وهيك لا ما حيمشي الحال أبدا الدراسة على التخت أبدا وما بيصير في تركيز تماما تماما هاي نقطة النقطة الثانية أنا لما إذا الطالب في طلاب بتحب تكتب وفي طلاب بتحب تقرأ الطالب اللي بيحب قراءة يقرأ بصوت عالي لأنه بتترسخ المعلومة أكثر بباله مو مثل الطالب إذا عم تقرأ بقلبك أنت ما عم تسمع شو عم تقرأ فبتنسى تماما فاقرأ شوي بصوت عالي بتترسخ الأفكار كلها براسك أما الطالب اللي بيحب يكتب أنا بحب أقول له إنه يكتب بقلم أحمر القلم الأحمر بيركز الفكرة أكثر بالدماغ فهيك نحن سهلنا على الطلاب بهالفترة فترة الدراسة إنه يعرفوا بس شو بيحبوا ونوجههم للشيء اللي هن بيحبوا بما أنه عم تحكي على بعض الطرق يعني منلاحظ أنه في طلاب بيلونوا كتير الكتب تبعيتهم بالتخطيط الأصفر الفوشي هي الحالة هي فعلا بترسخ المعلومة مثل ما البعض بيقول أو بتعمل تشتت بسبب كثرة الألوان على الورقة تماما هلأ إذا الطالب عم بيعمل بإيده وهو مبسوط لا أكيد ترسخ المعلومة أما إذا هو من باب أنه عم بيقرأ وبس عم يتسلى أكيد لا ما حيستفيد أي شيء أبدا بتعمله تشتت بعدين بيرجع بيقول أنا ليش هيك ملونة شو عامل أنا شو هالفقرة أو شو الشيء اللي أنا ملونه لا أما إذا كان هو مركز بالشيء اللي عم بيعمله لا أكيد بيستفيد تماما غالية رح نتابع حديثنا معك لكن رح ننتقل لزميلتنا سلمى عودة المتواجدة في ساحة الأمويين ضمن حملة نظافة أكيد برعاية محافظة دمشق تفاصيلنا معك يا سلمى يسعد صباحك صباح الخير إليك سالي وصباح الخير لميسان ولضيوفك ولا برنامج صباحنا غير على الإخبارية السورية مثل ما قلتي سالي نحن متواجدين اليوم بساحة الأمويين طبعا كل سوريا عمت فيها الأفراح بعد إنجاز الاستحقاق الدستوري وانتصار القرار الشعبي وفوز الدكتور بشار الأسد محافظة دمشق بدأت حملة اليوم شعارة الأمل بالعمل من خلال احتفالها بعمل تطوعي بجميع شوارع المحافظة نحن موجودين بساحة الأمويين رح نطلعكم على بعض
بعض تفاصيل هي الحملة. أكيد معي الأستاذ سومر وهو مدير الحدائق في محافظة دمشق. صباح الخير ويعطيكم العافية. أهلا الله يعافيك يا رب. خلينا بالبداية نتعرف على حملة اليوم تفاصيل أكثر. نحن اليوم عمال وموظفين محافظة دمشق عم نعيش فرحة نصر، نصر شعبنا وإرادته القوية، لذلك نزلنا كموظفين وعمال بعمل طوعي تجسيدا لشعار حملة السيد الرئيس الأمل بالعمل. نعم. ومثل ما انك شايفة نحن اليوم كمديرية حدائق نزلت ورشنا بهذا العمل الطوعي على ساحة الأمويين اللي هي رمز لكل الشعب السوري، وعم نقوم بإعادة بزراعتها باستبدال الحوليات المزهرات اللي موجودة فيها لحتى نظهرها بأبهى حلي تليق بهذه المدينة الجميلة. أستاذ يعني اليوم عم بنشوف طبعا هذا العمل انطلق، وحاليا يمكن بوقت ما نحن هلأ عم نتحدث رح تنطلق آليات محافظة دمشق من المرآب الأساسي لتتوجه لعدة عقد ومحاور في المدينة. يعني هذا العمل اليوم قديش حبيتوا يكون الفرحة الخاصة فيكم تعبروا فيها كعمال اليوم من خلال العمل؟ نحن كعمال وموظفين في هذه المحافظة نحن منعبر عن فرحتنا بالعمل، أبد بالعمل بالإنتاج بالزراعة، هي فرحتنا وهذا تجسيدنا لشعار حملة السيد الرئيس. لذلك كل ورش، أغلب الورش في محافظة دمشق سواء كانت ورش مديرية النظافة أو ورش مديرية الصيانة الإنارة هندسة الطرق دوائر الخدمات، اليوم نزلت بهذا العمل الطوعي على شوارع وساحات مدينة دمشق لحتى تعبر عن فرحتها وعن تجسيدها لهذا الشعار بشكل عملي. يعني خلينا نشوف اليوم قديش عدد العمال المتواجدين معنا بالساحة، لقديه رح يستمر العمل، حجم العمل اللي رح يتم إنجازه. هلا نحن اليوم في هون عدد من العمال هو عمال الزراعة، تمام، بس في عمال بالمقبل الجهة الثانية عم تروح عم تجيب زرع. في عندنا مشاتل، نحن مشاتل تابعة لمحافظة دمشق بنقوم بزراعة الشتول فيها وإنتاجها، وبعدين بس صارت جاهزة بناخذها بنزرعها بالساحات العامة والحدائق أيضا. هون في عدد من العمال تقريبا 25 عامل، في بالمقابل في عدد من العمال اتجهت باتجاه المشتل تجيب الزرع، في عمال عم تقوم بعملية رش المبيدات، عمال عم تقوم بعملية القص، في عمال عم تقوم بعملية تقديم الأشجار، في عمال عم تقوم بعمال تنظيف الحدائق، بس ورش السقاي، إعادة تأهيل، إعادة صياني. بشكل عام يعني هي جزء من ورشنا هي كحدائق، اما باقي المديريات عندها ورش متنوعه، وكذلك الامر اليوم كله اغلبها نزل على الساحات العامه وعلى الشوارع لقيام بهذا العمل الطوعي اللي مثل ما حكينا هو تجسيدا لهذا الشعار اللي انتخبوا غالبيه الشعب السوري وايدوا غالبيه الشعب السوري وعملوا الافراح، اقاموا الافراح بانتصار هذا الشعار. وان شاء الله نحن منكون عند حسن ظن شعبنا وقيادتنا نحن. أكيد يعطيكم العافية. الله يعافيك، شكرا لك. بكمل مع أكيد الصورة، يعني مثل ما عم نشوف صبايا حاليا تجري أعمال الزراعة في ساحة الأمويين، وبهذا الوقت رح يكون انطلقت الآليات بعدة محاور منها العقدة الخاصة تحت المحلق الجنوبي وصولا إلى مجمع 8 آذار، وتتضمن أعمال مديرية النظافة. أما المحور الثالث فهو كتف نهر المالكي حتى ساحة الفاتيكان اللي بتتضمن أعمال النظافة بالإضافة إلى رش المبيدات الحشرية. المحور الرابع هو اللي نحن متواجدين فيه ساحة الأمويين ودوار برنية الحلموني، وتتضمن أعمال الحدائق. المحور الخامس رح يكون بفرع نهر بردة بالقرب من أفران ابن العميد، تتضمن تنظيف النهر من قبل ورشات طبعا تعزيل الأنهر بمديرية الصيانة، إضافة إلى ورشات متفرقة من كافة المديريات بالخدمات بمحافظة دمشق. يعني هذا جدول عمل اليوم اللي رح تكون فيه حملة طبعا الخدمات من محافظة دمشق بعدة شوارع بالمحافظة. نحن كنا عم نرصد بعض هي الأعمال والمتواجدة بساحة الأمويين. خلفي تقريبا رح يتم إنجاز الزراعة، وبعدها رح ينطلقوا للمحاور الأخرى من أجل إتمام العملية.
نرجع بنقول انه طبعا السوريين عبروا بكل الطرق عن فرحتهم بانجاز الاستحقاق الدستوري بمختلف الطرق، عن انتصار القرار الشعبي وفوز الدكتور بشار الاسد. هي كانت الاجواء. رح اترك الكاميرا معكم قليلا تنجز، خلينا نشوف الانجاز على ارض الواقع. ما في اجمل من الزراعه، ما في اجمل دائما من البناء والاعمار، دائما الاستثمار بالانسان، الاستثمار بالارض هو العمل، هو الغاية الأسمى اللي ترتقي فيها الشعوب. نعم. سالي وميسان، وأكيد. نعم. ما في أجمل من ساحة الأمويين اللي كانت شاهدة على أفراح السوريين. نعم. قبل بداية الانتخابات وبعد الانتخابات شفنا الأفراح فيها، ويمكن سالي كنتي أنت معنا على الهواء مباشرة. نعم. نقلتي لنا مشاهد كثيرة من الفرح وكلمات الناس بهي الصحة تماما. نعم سلمى، لهيك حبوا يبلشوا منا لأنه يعني هي أصبحت هي الصحة رمز لكل السوريين. يعني سلمى بدنا نتشكرك، وأيضا بدنا نقول مباركة هذه الأيادي التي تبني والتي تزرع، انطلاقا من الشعار الأمل بالعمل. أكيد دائما بالأمل وبالعمل تبنى الأوطان. شكرا كثير لك يا سلمى، ويعطي العافية الشباب كلها يلي طبعا دائما تسعى لأنه تعطي الصورة الحقيقية للشام، لسوريا كافة، لكل شبر بسوريا. سوريا يعني ميسان هي من أجمل خلينا نقول البلدان بكل شيء، حتى بطيبة أهلها. يعني سوريا فعلا جميلة بأهلها وبناسها وبأرضها وبتراثها. صحيح. وتاريخها العريق لسوريا، وقديش مهم نحافظ على هذا التاريخ، وأيضا نعمل حضارة جديدة بيكتبها التاريخ للسوريين يلي هم تجاوزوا الأزمة، تجاوزوا الحرب. إن شاء الله رح يطلعوا أقوى من ما كانوا عليه ومن ما كنا عليه. ودائما فعلا منقول العمل، الإنسان بيقدر يبدع بأي شيء من خلال العمل، بيقدر تبنى الأوطان من خلال العمل، ما بنقدر نضلنا واقفين بأرضنا. وعم نتمنى أنه نحن تتحسن أمورنا، لازم نحن نتحرك لنحرك العجلة الثقافية والاقتصادية. صحيح. والاجتماعية. سالي بدنا نرجع لضيفتنا. أكيد لازم نرجع. نرجع لموضوعنا يلي عم نحكي عنه. كنا غالية نحن عم نحكي عن القلق والرهبة ما قبل الامتحانات والاستعداد للامتحانات. حكيتي لنا بعض الأفكار يلي ممكن تساعد الطلاب، خلينا نحكي شوي كيف بيقدروا هن يعملوا فسحة من الراحة ما قبل الامتحان. تماما. هلا لازم اي طالب يكون في له فسحه من الراحه عن جد، مثل ما حكيت، يعني يكون له وقت انه يقدر يرتاح فيه ويمارس الشيء اللي هو بيحبه. يعني بيحب مثلا ينزل يتمشى، بيحب يروح على النادي، بيحب يقرا كتاب، بيحب يتفرج على التيفي، يعني يشوف الشيء اللي هو بيحبه ويخلوه الاهل يعمله، مو يقولوا له لا هلا ما في طلعه من البيت ابدا، لازم تضل انت بالبيت، انت طالب بكالوريا، لا ما لازم تعمل هيك. يعني ما نحسسه انه انت مقيد، ما نحسسه انه هذا الامتحان انه هو شيء كثير مخيف او رهبه. يعني نحن اللي عم نزرع الخوف بقلب طلابنا، وهي شغله كثير كبيره. يعني نحن نخلي الامور عاديه، بس شويه تنظيم للوقت، ونحط له اهداف، ونحط له شغلات تحفيزيه. يعني شوف فلان شو عمل حتى وصل لهون، شوف هاد شو عمل حتى وصل لهون، من دون ما نحن نقارنه باشخاص موجودين. يعني اخوك، ابن خالتك، على طول نورجي الناس الناجحه اللي هن بعيدين عنه، انه هاد شو تعب. هذا لا يعتبر مقارنه، تماما، يعتبر تحفيز. تماما، هذا نوع من التحفيز، وخصوصي إذا كان الشخص ناجح. يعني أشخاص ناجحة قدرت تغير شيء أو قدرت تترك بصمتها. في مصطلحات تانية غالية يمكن دائما أنتم بتنبهوا عليها أنه بتستخدمها الأم أو الأب، أنت مو رح يطلع منك شيء. أنت ما رح، أنا متأكد أنه أنت قد ما درست أنت ما رح تنجح. بفكروا هنا من حبهم لأولادهم أنه الولد هون بيقول لا أنا بدي أنجح، أحيانا لا يحبط. تماما. الطالب. أكيد. وبحقق لهم اللي عم يقولوا يعني. تماما، لانه الكلمه لها تردد، فانا لما بدي ضل عم ردد له انه كلمات سلبيه، انه انت والله ما حيطلع من امرك، مثل ما حكيتي انت فاشل، انت خرجك دراسه، انت روح على الشغل، روح كذا، فهدول الكلمات اكيد حتنزل كثير من طاقته، وبنقنعه فيها، بيطلع هيك بيحمل الكتاب، والله انا مو خرج دراسه، اذا هن عم بيقولوا لي ليش انا لا ادرس وعذب حالي. يعني فنحن احيانا اللي بنكون، ممكن مو الكل، ما بعمم انا، بس احيانا نحن يمكن نكون العائق لاولادنا بدون ما ننتبه، نفكر انه نحن عم نحفز، ما بنعرف انه
نحن لا عم نحطم، نعطيهم وقتهم. الامتحان هو كتير عادي مثل اي امتحان، ما يكون هالرهبه كتير، نعطيهم الوقت انه يرتاحوا فيه بالشيء اللي بيحبوه، ما نقطع عنهم كل شيء. يعني بحب رياضه يضل بالنادي رياضه، ساعه راح ورجع ما حتاثر عليه، بالعكس يعني نعطيه هذا الجو اللي هو يكون مرتاح فيه، ونركز على الشغلات حتى بالطعام، نركز على الشغلات المفيده، يعني ما نطعميهم الشيء الثقيل كثير، الشيء اللي بيعمل لهم تلبك معوي، نعطيهم الشغلات هيك اللطيفه السهله اللي بحبوها. يعني الاكل له تاثيراته السلبيه كمان على أكيد. ما قبل الفحص اكيد، لانه احيانا يعني ما فينا ناكل اكل كثير ثقيل ونروح على الامتحان بيصير نعاس، حاله نعاس بعض الاحيان عند الطلاب. يعني هي مجموعه سالي من العوامل واللي بتساهم بنجاح الطالب، لكن دائما بنقول انه كمان الطالب لازم يكون عنده وعي وادراك لهالمرحله يلي هو جاي عليها. هي مرحله ما انا عاديه، يعني هي مرحله الامتحانات الشهاده، خصوصا الشهاده الثانويه. كلمه اخيره بتحبي تقوليها لكل طلاب الشهاده الثانويه اللي هلا عم يقدموا فحوصهم، وكيف بنقدر ندعمهم ويدعموا حالهم هن؟ صح. يعني لحالهم يقووا حالهم. تماما، هلا بتمنى النجاح اكيد لكل طلابنا اللي عم بتقدم، بس بدي اقول لهم انه الامتحان شيء كثير عادي مثل اي امتحان، يعني انت لا تعمل هذا الخوف او الرهبه بداخلك، فوت مثل وقت بتفوت على اي امتحان ما يكون عندك هذا الخوف، كل ما خفت كل ما نسيت الشيء اللي درسته، كل ما فتت وانت على ثقه وعم بتحفز حالك اني انا بقدر، انا ناجح، انا عندي هدف، حتلاقي حالك التوكيدات اللي نحن بنقولهم اليوميه، حتلاقي حالك كثير قدرت تتغير من حالك، بس نحن شغلات بسيطه هيك شويه تركيز حيكون كثير حلو. ان شاء الله. بدنا نشكرك غالية على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ضيفتنا الدائمة، وان شاء الله يا رب التوفيق والنجاح لكل الطلاب. الله لا يضيع عليك حبيبتي، خليلي اياك. شكرا كثير لك غالية.